السلام عليكم. اسمع هالقصة هذه اللي تبين أن الجمال مرات يكون نقمة على صاحبه، مو بس للبنات، لا، لأن سالفتنا اليوم عن شاب اسمه حاتم، شاب مغربي عمره 18 سنة عايش في أحد القرى، ما عنده إلا أمه وأبوه، وعنده أخته أكبر منه تزوجت وراحت مع زوجها لفرنسا، حتى أن وظيفتها في فرنسا وظيفة بسيطة ما تقدر تصرف على أهلها. وشغال حاتم بعد ما خلص الثانوية يشتغل يعني في أي مهنة علشان بس يطلع قوت يومه ويوم أمه وأبوه الكبار بالعمر. أبوه رجل كبر في العمر وما هو قادر أن يعين حاتم، وحاتم المشكلة عنده طموح يبي يكمل دراسته، لأن الولد أصلا في الثانوية كان من المتفوقين. لكن كذلك حاتم رب العالمين امتاز بصفة جميلة، الشاب جميل جمال مو طبيعي. لا تقولون بنت الحين، لا لا، ولد رب العالمين عطاه الجمال، لكن ملامح رجولية جميلة، ما هي ملامح النعومين هذول، لا، ما هو شغل عمليات تجميل، لا، شيء رباني. الولد العيون لا إله لله كبار، مكحلة طبيعي، وسيم، طوله جميل، لا هو طويل حيل ولا هو قصير، لا هو متين ولا هو ضعيف. الولد رياضي طبيعي، لا يحب يروح النوادي ولا شيء، لا، من كثر ما كان يشتغل رب العالمين عطاه اللياقة، جسم جميل، نشيط، ذكي ومتفوق وإنسان خلوق. يعني هذا اللي يسمونه فارس أحلام، اللي كل امرأة يعني تحلم في فارس أحلام يكون هذا مواصفات حاتم. لكن الولد ما عنده هم إلا أمه وأبوه شلون يعيشهم. قام يشتغل في أي مهنة، يخلص دراسته مني يرجع مرة ثانية يدور وظيفة الصبح، وظيفة العصر، وظيفة بالليل، ما ينام عدل، ما يأكل عدل، ما يشرب عدل، بس علشان يوفر كل درهم يطلعه في شغله علشان يصرف على أسرته. فقرر أنه خلاص بعد ما خلص الثانوية أنه ما يكمل الجامعة، لأن موضوع الجامعة يحتاج مصاريف، راح يأخذ وقته كله، وأصلا في القرية اللي هو عايش فيها ما فيها جامعة، يعني لازم ينتقل إلى الدار البيضاء المعروفة جدا طبعا علشان يلتحق في الجامعة، وبعيد عن أهله وأهله محتاجينه. فقال أنا خلاص أبي أعيش علشان أشتغل وعين أسرتي. عنده واحد من عيال خالته مرتاحين ماديا، والولد هذا بكبر عمر حاتم، يعني بعد ما خلص الثانوية راح للدار البيضاء ودخل الجامعة وماشي وياه أموره، وشغال في شركة وأموره مرتبة يعني. فإجازة اللي إجازة الصيف عنده نزل على القرية، فتذكر حاتم، راح لزاره، شلونك يا حاتم؟ قال له والله الحمد لله، وقاعد اشتغل، ومرات اشتغل في الزراعه، مرات اشتغل في يعني الحصاد مال الحصاد وكذا، وماشي الحمد لله مستوره. قال زين ودراستك؟ قال لا، انا خلاص قررت اني ما اكمل دراستي، ما اقدر اطلع برا القريه يعني علشان امي وابوي وكذا. طبعا امه وابوه في البدايه ما هم راضين على قرار حاتم انه يقعد في البيت، لكن هم فعلا بحاجه يعني انه يكون موجود، هذا يعني الله كتب لهم النصيب ورضى بالامر الواقع، يعني شو يسوون. لكن ولد خاله حاتم استغرب، راح كلم ابو حاتم، قال له يا عمي معقولة أنت يعني ما تخلي ولدك يروح يكمل دراسته ويحقق حلمه
تدري ان حاتم اشطر مني في الثانويه؟ تدري ان حاتم لو يدخل الجامعه صدقني بيجيب لك الشهاده، وبكره ان شاء الله بيحصل وظيفه افضل من الوظيفه اللي قاعد يشتغل فيها هذه، وممكن انه يعيشكم بنعيم. حرام اللي قاعد تسوونه يا عمي، ترى الوضع يعني ممتاز ويقدر يروح الدار البيضاء يتوظف ويقدر يكمل دراسته في نفس الوقت. اذا توظف هناك يقدر يساعدكم. قال له والله يا ولدي انا ماني مانع يعني، لكن القرار يعود اول واخر حق حاتم. كلمة راح مسك حاتم قال له يا حاتم ترى كلمت ابوك، وابوك اصلا يعني متضايق عليك انك تارك دراستك علشان بس تعيلهم، وقاعد تشتغل مهن صعبة ومتعبة، ويا الله قاعد تطلع شيء يعني، ليش ما تجي معاي تكمل دراستك في الجامعة في الدار البيضاء وتسكن عندي؟ وسكن عندي متوفر، ابوي مأجر لي يعني ودافع الايجار لمدة سنة، تعال اسكن معاي ببلاش لين تلقى لك وظيفة من خلالها تقدر تصرف على اهلك، ترسل لهم، وهم ترى ما هم محتاجين وجودك يعني، ابوك بصحته وامك بصحتها يعني، صحيح كبار لكن اهل القريه كلهم يعرفون امك وعايشين بامان يعني، ما في شيء يمنعك ان تكمل دراسه. قال والله ما خلنا اشوف ابوي ان شاء الله وافكر. فعلا كلم ابوه قال له بالعكس حاتم روح وكمل دراستك، وانا ترى يعني بصحتي الى الان واقدر اشتغل، بعدين أنا وأمك مو محتاجين مصاريف، أختك الله يستر عليها تزوجت وراحت عايشة في فرنسا، وأنت يعني الله يخليك لشبابك الحين بتروح تكمل دراستك، إحنا كأنا وأمك ترى مو محتاجين مصاريف وعندنا اللي يسد حاجتنا، روحت الله يوفقك يا ولدي. عزم حاتم إنه فعلا يروح للدار البيضاء مع ولد خالته هذاك زهلة خير اللي يعني سهل الأمور وخذاه وراح سجله وسكن عنده والأمور طيبة. شهر شهرين الجامعة تبي مصاريف. في البداية ولد خالته يعني يدفع له رسوم، يدفع له مثلا تصوير كتب والإيجار عليه والأكل عليه واللبس عليه. كان يقول حق حاتم يا حاتم يعني شهر شهرين ثلاث، أنا ترى ماني غني، وأبوي يعني يا الله انه كان اللي مجمع طول حياته قاعد يصرف علي فيه يعني اجر لي انت لازم تشتغل يا حاتم، ما يصير كله قاعد بس جامعه وترجع، ترى حالي من حالك يا حاتم. قال لا خلاص ان شاء الله، بس هني انا ما اعرف احد، وين اشتغل وشنو اشتغل؟ قال انت انسان مثقف متعلم، ترى في كثير من المؤسسات والشركات ياخذونك كموظف يعني اي وظيفه، انت تبي شيء يعني يكون عون لك يعني او يعني مساند مع دراستك، صح ولا لا؟ قال اي والله. قال خلاص تدري شلون، انا بكلم لك صاحب الشركه اللي انا اشتغل عندهم. قال اشوف يا ريت. فعلا كلم واحد من المسؤولين عنده في الشركه، قال عندي انا واحد من يعني مثل اخوي هذا وجاي من القريه وقاعد يدرس ويبي وظيفه، وشاب الحين عمره صار 19 20، فإذا في وظيفة. قالوا لا والله ما في، في وظيفة ممكن أن نستخدمها في يعني إرسال الملفات، مراسل يودي أغراض يجيب أغراض، مثلا يعطونها مهمة أن مثلا يوصل أظرف يجيب أظرف رسائل كتب كذي يعني، وهذا ترى راتبه بسيط. قال يبي أي شيء ما عنده مشكلة. وفعلا كلم حاتم قال حاتم أنا ما عندي مانع، أنا كنت يعني أشتغل في الزراعة والحرث فما عندي مشكلة موضوع أني كمراسل، لا هذه أهون شيء عندي. وراح فعلا اشتغل في الشركة، خلوه يعني مراسل عند صاحب الشركة، كل ما يبي شيء يقول له هاك يخذ الأغراض ودها المكان الفلاني، ودها الفرع الفلاني، جيب لي أغراض من السوق، جيب لي أغراض من المطعم مثلا، ود لي الأغراض هذه حطها لي عند البيت، نظف السيارة، روح جيب لي شاي قهوة، مشغلة عنده كذي يعني ومعطيه. وهذا مستانس حاتم، ويروح يداوم في الجامعة يخلص يجي الشركة بالليل يرجع البيت اللي هو سكن اللي مع ولد خالته وينام والأمور طيبة
واستقرت حالته وأول راتب ثاني راتب يرسل حق أمه وأبوه ومبسوطين والحمد لله. مدير الشركة ارتاح جدا على حاتم، شافه أنه ولد يعني في البداية ما كان متقبل شكله، يشوفه ولد وسيم وولد يعني قال هذا مو مال شغله، معقولة هذا يتحمل؟ شافه أول شهر ثاني شهر يمشي مثل الساعة، استغرب منه، فشوي شوي قام يكلفه مهمات شوي صعبة، شيل أشياء ثقيلة، يخليه يوقف مثلا في مكان متعب بالشمس. ولا وحاتم جدا يعني ولا يتحرك، مثل أقول لكم ساعة قاعدة تمشي، استانس عليه ودقيق مواعيده، يحافظ على كلمته. قال له شوف حاتم، أنا محتاج واحد مثلك يجي يشتغل عندي في البيت. قال له أنت تامر سيدي يعني شنو تبي آمر؟ قال له شوف أبيك تشتغل عندي في البيت، يعني أغراض البيت توديها وتجيبها، تنظف لي الحوش اللي عند الباب، تغسل لي السيارة، يعني أي شيء أهلي يبونه في البيت أنا طرشك تروح تجيبه، تشتري لهم أغراض وتودي لي. وعندي بعد بنتي توها داشة الجامعة، أصغر من حاتم بسنتين، حاتم يعني وصل عمره يقول السنة يقول 20 يعني، البنت عمرها 18 توها أول سنة دراسية في الجامعة أو توها متخرجة من الثانوية، والأبو يبي أحد يوصلها وكذا. شاف حاتم أمين ولد يعني ذكي نبيه، قال أنا بيك تشغلي في البيت. قال أبدا عمي أنا ما عندي مشكلة، وقام فعلا يودي للبيت يجيب الأغراض يودي وكذا. شوي شوي قال له حاتم تعرف سوق سيارة؟ قال له إيه، أنا أصلا وأنا صغير في القرية كنت أسوق سيارة، طبعا مو سيارتي، لا سيارة لأحد المحلات، أنا كنت أشتغل عندهم نفس البقالة يعني، فكنت أخذ السيارة ومتدرب. قال لها ما عندك الرخصة؟ قال لها ما عندي رخصة، ويرسل على المرور ويروح حاتم يطلع رخصة رسمية. قال له شوف من اليوم وطالع أنت السائق الخاص للبيت، بدال ما تركب مع السائق مال الشركة وتروح تجيب الأغراض وتودي البيت، أنت اللي تسوق سيارة وأنت المسؤول عنها، وأنت اللي تروح تاخذ بنتي بنفسك توصلها الجامعة وتردها وتحرص عليها، وإن طالب جامعة وفاهم النظام عندهم وشون متى المحاضرات متى كذا المواعيد. قال أوكي حاضر، وفعلا قام يودي ويجيب ويودي البنت هذه، اسمها نادية، بنت مدير الشركة. نادية بنت جميلة، لكن مقارنة مع حاتم البنت ولا شيء. حاتم أقول لكم كانوا يسمونه أصدقائه يعني يسمونه يعني جمال اليوسفي، يسمونه اليوسفي على يوسف النبي يوسف عليه السلام، يعني يشبهونه بجماله، طبعا شتان بينه وبين يوسف عليه السلام، لكن هم يقصدون أن الولد جميل يعني يسمونه اليوسفي، حاتم اليوسفي كذي. المهم البنت ما كان في بالها هي يعني بنت عز وبنت صاحب الشركة وهذا كله حلال، وحاتم مجرد سائق بالنسبة لهم. تقول ها أبو طلال أكيد حاتم حب البنت. لا أنا آسف، تخمينكم مو صحيح، البنت حبت حاتم، لكن شلون؟ أول الأيام كانت أصلا مو محترمتها، تعال يلا ودي مكان الفلاني، والبنت طايشة عمرها 18 19 سنة، بنت واحد غني، والبنت عندها صديقاتها كلهم نفس النظام، والبنت تدخن وتشرب ولبسها فاضح ولا رادة على أحد، بنت مطيورة مثل بنت حرامي تأمينات عندنا هنا. المهم مالكم بالطويلة، وهذا متحمل حاتم مسكين ما يتكلم، خايف على رزقته تزفه وكذا. يوم الأيام هذه البنت عندها واحدة من
خالاتها عندها بيت، طبعا هذا بيت صاحب الشركة وبيت نادية، قصر بالدار البيضاء، عندهم بيت السور تدخل منه بسيارة يلا توصل إلى البيت نفسه، تمر عبر حديقة ونوافير وقصص. لكن ما عندهم مسبح، المسبح وين؟ في بيت خالتها كذلك بجانبهم، يعني ما هو بعيد، في الدار البيضاء. فكل فترة فترة تطلب من حاتم أنه يوصلها إلى بيت خالتها، لأنها متجمعة مع صديقاتها، بنات خالتها وصديقاتها وكذا، ويتسبحون في هالمسبح هذا. فيوم الأيام راح معاها، قالت لها تعال انزل وخلك قاعد هناك لين نخلص وعشان ترجعني. وهم فري يعني يتسبحون البنات وهذا قاعد. لكن حاتم نزل راسه في الأرض، ولا البنات يوم شافوه يطالعون بحاتم طول الوقت ويمسكون نادية، قالوا لها نادية منو هالموديل هذا؟ قالت أي موديل؟ هذا بطلاء، هذا الموديل اللي قاعد منو؟ أي موديل؟ قالت هذا اللي جاي معاك. قالت هذا السائق حاتم. قالت هذا سائق عندكم؟ قالت إيه نعم. ليش؟ قالوا نادية الولد ما شاء الله جماله، يعني جمال شنو، هو مسوي عمليات تجميل مثلا، يعني شو مسوي، يعني ضار فيلر؟ لا ما في فيلر. حاتم يلا يلقى فلوس يرسلهم حق امهم يسوي فيلر. قالت زين يعني زارع شعر بتركيا؟ لا مو زارع شعر. رايح ايران مسوي خشمه؟ لا مو مسوي. مسوي شافت، مسوي نحت، شنو هذا بشر ولا مونيكان جايبها معك يعني؟ قالت لا انت شو قصتكم؟ قالوا يا نادي انت مو حاسه الولد جميل مو طبيعي الولد. قالت يلا عن الكلام، ترى هذا يعني 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 مثل ما تقولون شأفت سائق يعني ولا بعينها اصلا. لكن الصديقات السوء دائما انتم شو يسوون في البنت تعرفون، دائما يخربون بعض. هذا رجعت البيت وقعدت تفكر، اي والله انا شو ما انتبهت عليه، على جماله، على شكله، على طوله، على شنبه، على شوي احلوت السالفه بعينها. اليوم الثاني بدت تغشمر معاه، تعطي بغشيش، وهذا مستانس وهذا عنية. حاتم إلى الآن عنية، تضحك معاه وتروح مثلا مطعم تقول له لا انزل معاي اقعد، بما انك مرافق معاي تعال اقعد في الطاولة، تطلب عصير، تطلب قهوة، تطلب له قهوة، اكل ياكل معاه، وهو يعني ما عنده اي مانع. تمادت معاه شوي قالت له يلا اليوم بالليل تبي تقهر صديقاتها، تعال اليوم البس شورت وكذا وتعال تسبح ويانا في السباحة في بيت خالتي. قال لا أنا أستحي. قالت شنو تستحي، شنو مسوين احنا ترى نتسبح؟ طبعا هو غلط بس ايه تقول له يعني، وهذا شاب يعني وعزوبي ويعني مفعم بالحيوية، وبنت جميلة مثل هذه تقول له تعال ومجموعة بنات، يعني أكيد ما يقول لا، يعني هذا علاوة على الشيطان طبعا، هذا إذا تدخل الشيطان موضوع ثاني، هو بدون الشيطان أصلا يروح، راح وتسبح وضحك وسوال استانس على الجو يوميا شوي. وهذا كل ما أشوف البنات ميتين فيه صارت إيه تحبه أكثر، تبي حق نفسها. وتفاتح يوم الأيام بالموضوع، قالت لحاتم، قال لها لبيه، قصدي قال لها ايش كدير؟ قلت لها كان بقي نقول لك شي حاجة، يعني بس أرجوك يعني ما كانش كتقول البابي والو. قال لها شنو صاير ايش كدير يعني عادي قولي. قالت لها أنا أحبك.
وتلف الدنيا في لا ما لفت عاد بالعكس قال لا انا احبك بعد بس انا مستحي صراحه انت بنت يعني مدير الشركه ما توقعت انك يعني طالعين وكذا قالت لا انا احبك وانا ما ادري شنو قالها انا ما عندي مانع يعني حبيني اذا عجبتك بس رديني واذا ما عجبتك خلاص خليني ما بيني عادي قالت اوكي صار علاقة حب بينهم ورايحة رادة والناس تطالعها والمنطقة طبعا الأبو الفلوس عاميته عن بنته ويدور الراحة ويدور برود القاع مو فاضي حق بنته والله صار مأمن بحاتم وحاتم هذيك البنت لعوب وكذا ويعني وطاح بشباكها يعني ومشت وهذا مأمن فيه وراحت الأيام وجت الأيام وحاتم مستانس لكن بعد فترة حاتم يعني ما كان يعني مرتاح بعد فترة طبعا من موضوع التلميحات اللي قاعدة تقول له نادية ليش كانت تقول يعني انت تعتقد ان بكره احنا يصير عندنا عيال قال نعم عيال ليش عيال ها شنو صاير هي تلمح لان ابيك تتزوجني وان انا ما عندي مانع وان كذا وهذاك يقول انتم بفهمكم نظره الحين حاتم راح تنصدمون صحيح معاها حب وكذا وتعمق وعلاقتهم كانت في بصراحه يعني صار المحظور بينهم وحاتم ما عنده مانع وهذه البنت هي تبيه يعني والأبو ما يدري شو السالفة والناس كلها صارت تدري صديقاتها بنات خالتها لكن يعني الموضوع إلى الآن ما انفضح هي شو تقول حق الناس توهمهم بشنو أنه هو يبي يتزوجنا وإحنا موافقين وكذا يعني بس هو ما يدري شو السالفة بعدين قامت تقول العيال والمستقبل والبيت قال ها هذه قاعد تلمح على زواج تقول يا طازن يحمد ربها الجحش هذا انه وافقت هذه بنت اللورد انها تتزوجها وهذا كان عايش بقرية حتى مسكين يشتغل في الحراب انا اقول لكم شنو النظرة اللي عند حاتم حاتم ايش قال لها قال شوفي بعد ما خلاص البنت صار ما عندها حياة وقامت تعطيه اياه بالوجه تقول له انا ابيك يعني خلاص يعني احنا علاقتنا طولت وابيك تتقدم لي ترى انا موافق على فكره انا موافق ما ابي منك شيء وادنى وضعك يعني المادي تعبان انا اصلا اللي راح اعطيك وانا راح اعيشك وانت هي تقول له كذي البنت قال له شوفي يا ناديه بقول لك شيء قالت شنو قالت ناديه انا صحيح من اسره فقيره وصحيح ان اسرتي مثلا يتمنون اني اتزوج واحدة غنية وصحيح ان انا ما احلم اني اتزوج واحدة غنية وجميلة مثلك قالت له ميرسي قال لها ويلكم لا مو ويلكم ميرسي بوكو قال لها كمل قال بس في شيء انا اسرتي اسرة محافظة لو تموت جوع ما ترضى اني اتخلى عن مبادئي يعني مستحيل انا اوافق اني اتزوج وحده مثلك انت تلبس خليع تدخن تشرب ترافج واحد شباب اللي هو انا وتسبح 24 ساعه وفله احنا ترى ما عندنا كذي احنا في القريه اصلا يحبون البنت اللي ما تكمل دراستهم هذه نظرتهم عندنا في القريه فما بالك لما يشوفونك انت بهالشكل هذا احنا اصلا يبون وحده ما تكمل دراستها ربت بيت وتعاون انا اصلا ادور وحده عشان ابيها بس تقعد مع امي وابوي تعاونهم يعني وتغسل لهم وتنظف لهم وتطبخ لهم انت اصلا ما تعرفين حتى تسوين ساندويتش يعني شلون تبين باكر تطبخين حق امي وتروحين تحلبين مثلا البقره ولا تحلبين قالت ترى هذا نظامنا وانا عندي امي وابوي ترى في الدنيا كلها الفلوس كلها ما تهمني لا انت ولا ابوك ولا الشركه يعني شلون تبين اتزوج وين اوديك قالت شوف اذا الموضوع على موضوع اللبسي واني اشرب وادخن وكذا
ترى انا اقدر اتغير، اقدر اتحجب واقدر البس لبس مستور وكذا. قالها زين وبعدين تشتغلين عند امي يعني تطبخي لها وكذي وخلاص وتتركين دراستك وابوك يوافق واعيش انا على فلوسك يعني؟ قالت انا يعني انا طلعت على الدنيا انا كذي يعني، انا ما توقعت ان هذا الشيء غلط. قال شنو ما توقعت ان شيء غلط؟ ان لبسك هذا ولا سلوكياتك السيئه يعني ولا الفله اللي انت فيها يعني؟ احنا ما احنا ارجوك خلاص اذا تبيني استمر معاك يا صديق الله يخليك لا تفتحي موضوع زواجك. بس يا حاتم يا حاتم، قالها الله يخليك. قالت لا، وذاك اليوم الليله ما عدت على خير، كلبت فيه والرجال معروف اذا كلبت فيه المره حط رجلك. قال له يبا الله يلعن الساعة اللي اشتغلت فيها في شركة أبوك، والله يلعن الساعة اللي شفتك فيها. الولد صحيح أنه مستانس على الفلة لكن ما يقدر يوصل إلى مرحلة تبي يتزوجها، تبي تروح تدخل أبوها بالسالفة وتكبر راح ينفضح، وإذا درى أبوه وأمه راح ينصدمون. هذا اللي تركنا في هالقرية في يعني وراح المكان بعيد علشان يلعب، وعشان هو خايف انه يوصل الموضوع كذي يعني، خايف ان ابوه يدري بالسالفه وامه تدري بالسالفه يصير فيهم شيء او ينصدمون منه يعني. لان فعلا الولد اخلاق ما عمره جرب يعني علاقه مع وحده ولا انه كلم واحد اصلا. مالكم بالطويله، ذاك اليوم ترك الشغل ورجع للسكن مع ولد خالته. قال له شوف مرة ثانية لا تجيب لي سيرة هالعائلة وخلاص، وأنا إذا يعني إذا أنت ما تحملني ترى أنا بكرة أنزل أدور شغل ثاني، لا تشيل هم ولا تفكر ولا تقنعني. قال خلاص كيفك كيفك، أنا مالي شغل. فعلا اليوم الثاني حاتم قاعد يدور شغل يدور شغل، يروح الجامعة يطلع من الجامعة يدور شغل يدور أيس على بال الموضوع في يعني في كل مرة يحصل يعني فرصة. الموضوع طلع أصعب من إنه يحصله على وظيفة في الدار البيضاء، ما لقى شغل. قعد أول شهر ثاني شهر بدأ يتأزم منه ولد خالته، رد حاتم مثل الأول محتاج فلوس، ما عنده ياكل ما عنده يشرب ما عنده يطلع. وصار ولد خالته يتحمله أول شهر، قال له يا ابن الحلال شنو قصتك؟ قال له أقسم بالله يوميا أدور على شغل ماني محصل، حتى في الزراعة مو راضين يشغلوني. قال له أنت شلون طلعت من الشغل؟ أنت احمد ربك إنه خذاك عنده تشتغل في البيت وتروح تطلع. قال له أنت لو تدري شنو صاير معاي كان ما قلت. قال له شنو صاير؟ قال له أنا ما أقدر أتكلم. حاتم بعد ما يبي يسولف، ما يبي يقول قصة البنت هذا اللي مجننته. طبعا ترك الشغل شهر شهرين، رجع مدير الشركة زعلان لما قالت لبنته ترى حاتم ترك الشغل ومشى وزعلان وما ادري شنو. الاب زعل، يا قليل الادب يا اللي ما تستحي، انا ما قصرت معاك تترك الشغل بدون ما تقول لي. زعل قال خلي يولي خلاص. قام الاب هذا اللي هو مدير الشركة ما يقدر يأمن بحد يوصل بنته هو يوميا الجامعة، ولا والبنت قامت تتعمد تطلع مشاوير مني منك عشان الأبو يتأذى وينزعج من كثرة المشاوير. بعدها بأسبوع أسبوعين والأبو كله تعبان، ما لا ينام عدل لا يشرب عدل لا يروح الدوام لا وابتلش بنته. قالت له يعني بابي علاش ما كانش كترجع تلفن المهم تتصل عليه، تتصل على حاتم ايش رايك تكلمه عشان تزيد راتبه، يمكن طلع علشان الراتب كان قليل. قال والله ما ادري يعني يلا خلينا نتصل. ويتصل على حاتم، مرحبا حاتم. استانس حاتم لما دق عليه بعد مأيس ما عنده وظيفه. قال حاتم شلونك شخبارك ايش رايك ترجع وانا احبك وانا كذا، واذا انت زعلان على الراتب ترى انا راح اعطيك الدبل وانا اثق فيك ما اقدر اثق بشخص ثاني وايش رايك. قال ها اي ما عندي مانع اصلا. قال الحمد لله انا رجع دق علي، لكن عمي انا عندي طلب واحد. قال له شنو؟ قال له بنتك انا ما لي شغل فيها يعني ما اوصلها الجامعه، اما اي شيء تبيه يا عمي انا حاضر. قال لا انا اهم شيء عندي تودي البنت الجامعه
وتوديها مشاوير، هذه أصلا مشاويرها بروحها يعني مهمة هذه. قال خلاص أنا أرجع أكلمك. فراح أكلم بنته، قال مو راضي، يقول أنا ما وصل جامعة وكذا. البنت فهمت طبعا، الأبو ما يدري أن حاتم بينحاش من بنته، والبنت تسوي نفسها بريئة وتقوم البنت وتتصل على حاتم، يا حاتم اسمعني ليش ما وافقت؟ قال لا الله يخليك بعديني وكذا. قالت له أنا خلاص ما راح أجيب لك طاري موضوع زواج وما زواج وكذا، أنا خلاص عرفت أن أنت جبان يعني، وأن أنت رجل مو قد المسؤولية، بس خلاص تعال ارجع اشتغل. قال لا توعدين أنك ما تتكلم. قالت والله أوعدك ما أتكلم، خلاص وافق على طلب أبوي. وفعلا وافق ورجع وقام يوصلها كالعادة، وقالت له خلاص ارجع كصديق الزين على الأقل. قال لها يلا أوكي بس ما في زواج. قالت ما أبي زواج. ورجعوا علاقتهم مثل الأول وما في أي مانع. بعد فترة البنت ما تحملت، تحب الولد، صارت هيمانة فين جنت، مو في مجنون ليلى، إيش معنى الرجال يصير مجنون يعني، أكيد في بنات يصير مجانين، هذه صارت مجنونة حاتم، ما هي قادرة تحمل. إذا ساق حاتم هي ورا تقعد تحط اصبعها باذنه بخشمه، يعني تسوي له رومانسيه وكذي، ما هي قادره، لازم تقول انا احبك اموت فيك، تكفى تزوجني تكفى. عيل ما لوم الحريم، اللي النساء اللي قطعنا ايديهن لما شافوا يوسف عليه السلام. اذا حاتم جنن هالبنت بنت لورد، فما بالكم بيوسف عليه السلام، مو يقطعون ايدينهم، يحمدون ربهم على اليدين. استغفر الله. اي صح، يعني زين وصلت لايدينهم. مالكم بالطويلة، ردت تقول له مرة ثانية، قالت له تكفى حاتم تزوجني، اللي تبيه أسوي، أشتغل خدامة تحت رجل أمك، خدامة تحت رجل أبوك، تكفى أرجوك بليز. قال لها شوفي أنت الظاهر ما تستوعبين، ومهما أشرح لك وضعنا وعيشتنا في القرية مستحيل راح تفهمين، لكن بعطيك باختصار، ترى في واحدة من بنات القرية وأنا راح أتزوجها، وهذه تصير لنا من مكان الفلاني. وعطاها السالفة، قال له خلاص اقطع الموضوع، تبين صداقة أمشي معك، ما تبين صداقة زواج، ترى أنا راح أتزوجها، قاعد أجمع مبلغ وإن شاء الله بتزوج وينتهي الموضوع خلاص عشان ترتاحين. شنو تبي تتزوج واحدة وما أدري شنو، اطلع برا. وقامت وطردت حاتم. جنة البنت، والله لا وري، والله لا سوي فيه وما سوي فيه، والله لا انتقم منه، بعد ما خذ شرفي، وبعد ما الحين توج عرفتي شرفك، مو انت اللي جننتي الرجال، لا ليش ما يتزوج غصبا علي يتزوجني. يوم من الايام بعد ما انطرد حاتم ورجع مره ثانيه عند ولد خالته، قال انت ايش سويت، سويت مصيبه ثانيه؟ قال لا والله هي شافتني وعرضت علي بعدين الزواج وطردتني مرة ثانية. هذا اللي باختصار. قال منو؟ قال بنت مدير الشركة. تكلم جد؟ وليش ما تتزوجها؟ قال أنا ما أبيها، شلون أتزوجها؟ وأنا وديها أتزوجها. قال زين ما تبيني أنا؟ إيش فيك أنت؟ شو أسوي أروح أتزوجها أنت؟ يا حاتم والله العظيم فرصة أروح. قال لا أذرف أنت الظاهر ما تفهم وكذا، انا خلاص راح اتزوج فلانه واهلي مكلمين اهلها وهي ناطرتني البنت، وانا اصلا شايفها من زمان عندنا في القريه واعرفها بنت يعني مؤدبه وراح تشتغل وتعيش مع امي وابوي وترعاهم، وانا اقدر افضي شغلي واشتغل يعني بعيد عنهم، واقدر يعني اتوظف في اي مكان، ما اشيل بالي يعني او اهتم يعني يضيق خلقي على بعدي عن امي وابوي يعني. قال اوكي دور لك وظيفه الحين، يلا يلا دور دور يلا تدوخنا. وفعلا حاتم يدور يدور، اول يوم ثاني يوم ويختفي حاتم. ها وين راح؟ ما رجع السكن. ولد خالته يدور عليه اول يوم ثاني يوم، قال هذا شيطان، الظاهر رجع مره ثانيه اشتغل عند صاحب الشركه، وكالعاده رايح ويا بنت مدير الشركه، اكيد يفطر معاها ولا نايم عندهم ولا شيء. اليوم الثالث ويجي بلاغ من أحد رواد الشاطئ على البحر، عثر على جثة، جثة شاب ملقى على بطنه كذي على البحر، على الجال على الشاطئ،
ولابس شورت بس، والشورت أكبر منه شوي. تقول يعني ليش أكبر منه التفصيل هذا يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم له علاقة في الموضوع. المهم حضروا رجال الأمن، ما عندهم لا بصمات، يعني ما عندهم شيء يثبت هذا هوية منه، إلا أنه يبصمونه. بصموا الجثة وخذوا ورفعوها الجثة، وبعد كم يوم يدورون 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 لين جاهم ولد خالة حاتم، وقال لهم أنا ولد هذا حاتم مختفي وكذا كذا قصته. لما وروه الجثة قال لي نعم هذا هو. انصدم، شون ميت وكذا. قالوا له يعني منو اللي تعتقد اقتله؟ قال والله ما أدري، تقرير طب الشرعي طلع بعد كم يوم. الولد ما هو مقتول، يعني لا هو مضروب ولا هو مطعون ولا هو يعني أحد أطلق عليه النار، لا، الولد غرقان. قالوا غرقان صح، ولابس شورت، يعني كان يتسبح في البحر وبعدين غرق والظهر جاء على الشاطئ. بعد أسبوع التقرير الجنائي في القضية بالكامل قال لا لحظة شوي، الموضوع فيه شبهة جنائية، ما هي وفاة طبيعية أو غرق، لا 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 لا، في شبهة جنائية. ليش؟ شوفوا دقة المعمل الجنائي والأدلة الجنائية. هذول اللي تحسبونهم بس يجي مع ريشة يفرها كذي على سيارة يدور بصمة، عبالكم نفس الأفلام؟ لا والله، يكرفون كراف أكثر من رجال المباحث وأكثر من المحققين، وأكثر يتعبون عشان يعطيك يعني معلومة دقيقة ويفصل فيها. الولد صحيح أن الرئة كانت فيها ماي، لكن الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكد أن الماي اللي داخل الرئة ما هو ماي مالح، يعني مو ماي بحر، لا، ماي حلو وفي مادة كلور. تعرفون الكلور اللي يحطونه في المسابح؟ فهذا غرقان مسبح مو غرقان في البحر. شلون لاقينا على الشاطئ عند البحر؟ يعني اللي يعني لو انه مثلا غرقان عادي في مسبح كان بلغ، لكن كأنه واحد مغرقه وجايبه عند البحر عشان يوهم الناس ان هذا غرقان في البحر، ما يدري اللي اقتله انه يبين الفرق بين انه غرقان في البحر والماي المالح. انقلبت الدنيا، منو وليش وش الهدف وشنو علاقته؟ وين كان؟ سأله ولد خالته وين يبايا؟ قال يشتغل عند شركة. جابوا مدير الشركة، تعال شنو بينك وبينه؟ قال لا بالعكس، هذا ولد جدا محترم الله يرحمه، وبالعكس أنا أمن فيه على بيتي ويروح بيتي ويجي. قالوا بيتك؟ منو ببيتك؟ قال يوصل بنتي ووصل. قال أوكي نبي نجيك البيت. قال يلا حياكم الله. جو البيت سألوا منو جاب البنت؟ نادية. يا نادية تدين حاتم توفى؟ وتنهار بكي، متحبة تموت فيه. لا علاش علاش كان أبغي نحب واحد يروح مني ديريكت. المهم شلون إش معنى اللي أحبه يروح؟ زعلانة. قالوا لها اهدي شوي اهدي شوي، شنو تحبينه ما تحبينه؟ قالت لا أحبه مثل أخوي، يوصلني وأنا مرتاحت لو المهم منو تعتقدين إنه يعني اقتله وكذا؟ مسبح، الولد غرقان مسبح. قالت إحنا ما عندنا مسبح فعلا، البيت لما دخلوه ما في مسبح. فقالوا زين وين كان يروح؟ قالت هو ترى لما كان يوصلني قال لي إنه يحب واحدة في القرية. قال بس إيه شنو قصتها؟ قال إنه يعني كان متفق معاها على زواج، ويقومون رجال الأمن ويروحون للقرية ويلقون القبض على البنت ويحققوا مع أهلها، ما لها علاقة ولا سافروا ولا طلعوا من القرية. رجعوا مرة ثانية للدار البيضاء، اسألوا اللي في الشركة، ما خلوا أحد، حتى ولد خالته حققوا معاه. المهم وصل موضوع إنه يبي يقيدونه ضد مجهول، خلاص ما في أحد. قالوا ممكن أن غرق المسبح اللي هو مسابح التأجير مثلا، وخاف الشخص اللي صاحب المسبح ورمى على البحر، ممكن يعني أنه غرق لكن اللي كانوا معه خافوا. راحت الأيام وجدت الأيام، قالوا في مشتبه الوحيد عندنا اللي هو
ولد خالته، ولد خالته مستحيل اصلا. ولد خالته كان يصرف عليه واثبت لهم ومعاه في الجامعه وفتشوا الشقه اللي هو فيها. الولد طلع منها وكان عنده حتى حجه غياب وقت ما اختفى، واصلا هو اللي مبلغ. المهم سمعت اخت حاتم اللي في فرنسا قصه وفاه اخوها وردت على ما وصلت، ولا مخلصين العزة احزنت عليه وبكي وكذا على جية اليوم الثاني رجال المباحث مرة ثانية يبي يحققوا مع أم وأبو حاتم، يسألونهم يعني إذا عندكم أحد مثلا مشتبهين فيه، أحد عندكم ثار قديم ولا شيء. لقوا أخت حاتم، قالت هذا أختي، قالت يعني الأم قالت هذه بنتي جاية من فرنسا وانتم مظاهر ما شفتوها وكذا، ترى هي يعني هي تقول لهم يعني لا تشتبهون فيها ولا تسألونها، ترى هذه كانت في فرنسا توا جاية. فالأخت قاعدة تبكي وتقول حق الرجل ما بعد الله يخليك ما توصلتوا حق مشتبه، قال لا أبدا وإحنا والله ما قدرنا نعرف ونبي نوصل لأي خيط يوصلنا لي يعني المسبح اللي كان يرتاده حاتم ما عرفنا. قالت مسبح؟ شلون مسبح؟ قال لأن الوفاة غرق لكن مو في البحر، لا هذا في مكان في مسبح والمسبح في كلور، يعني هذه المسابح اللي موجودة في الأندية والأماكن السياحية وكذا. قالت إيه صح ترى حاتم يحب يروح المسبح. قال أنت إيش دراك أنت في فرنسا؟ قالت أنا في زيارة من مرة من المرات ولد خالتي اللي ساكن مع حاتم في الدار البيضاء، أنا لما رجعت في زيارة كنت في القرية كان موجود ولد خالتي، فسألته عن حاتم قال لي حاتم مستانس وكذا، وأنا كنت مشتاق لأخوي فوراني صور حاتم في أحد المسابح. حاتم كان مرسلها له، مصور حاتم نفسه مع واحدة من البنات وحواليه كذلك مجموعة من البنات في أحد المسابح. قال له أنت متأكدة؟ قالت إيه نعم أنا شفته بتليفون ولد خالتي، ويروحون حق ولد خالت حاتم ويلقون القبض عليه. قال ليش أنا شو سويت؟ قالوا حاتم كان مرسل لك أول صورة في مسابح قال إيه صح قديمة هذه عندي ويوريهم. قالوا ما تعرف أحد فيهم؟ قال لا هذه واحدة فيهم بنت صاحب الشركة اللي أنا أشتغل عنده وحاتم يشتغل عنده. شنو؟ اللي هي نادية، ويطيرون إلى بيت نادية ويلقون القبض عليها. قالوا تعالي لما سألناك قلنا لكم عندكم حوض سباحة مسبح في البيت، قلتي لا وأنكرتي ولا وما لي علاقة وما أعرف شيء، ولا قلتي إن خالتك في بيتها في مسبح. هي ما عندهم مسبح في البيت بس خالتها عندهم مسبح، ولهم صورة مع بنات خالتها ومع حاتم كان يروح وياهم، ليش ما قلتي هالموضوع؟ قالت إيه صحيح وكذا هذه مرة صارت لا والله صدق. تكلمي اعترفي خلصي مني منك، وبعدين انت لما جينا وقلتي اول ما قلنا لك انه توفى قعدتي تصرخين وانا احبه وانا يعني هذا اول واحد احبه يموت، شنو قصة الحب؟ هو مش سايق عندكم؟ قالت ها. قالوا تكلمي انت والله وراك شيء، لو انك يعني مو يعني من أهل المغرب كان قلنا في لحم الضب، بس أنتم أهل المغرب ما يعني ما تحبون الضب يعني. تكلمي الله يهديش تكلمي. المهم وتنهار كما ينهار كل مجرم في كل مرة. قالت أنا صراحة حبيته وعطيته نفسي وعطيته كل شيء لكن هو رافض، وأنتم شايفينه شفتوه صح؟ شفتوه؟ قال والله شفناه جثة. اي وحتى وهو جثة امانه مو حلو. قالوا ها انت مجنونه الظاهر صدقين. قالت امانه والله حتى وهو ميت صراحه مو طبيعي. قالوا زي قالوا يا مجنونه شو صار فهمين؟ قالت بعد ما المره الثانيه مو اول مره قالت له بتزوجني نحاش واستدرجته، وقالت له تزوجني مره ثانيه ونحاش، وعصبت لما قال لها ان انا في واحده بتزوجها من القريه ومن الكلام هذا. دقت عليه اليوم الثاني قالت له خلاص تعال انا ابي يعني بنهي الموضوع بيني وبينك. قال له شنو؟ خلاص انا ما بشتغل. قالت له خلاص اوكي ما تبي تشتغل خلاص، بس تعال خلنا ننهي الموضوع بما انك شغال عندنا وكذا،
تعال نبي نتفاهم على موضوع يعني كم يوم اشتغلت بعطيك راتب. قال انا ما ابي الراتب. قالت له زين تعال خلاص نبي نتفاهم، خلاص يا عمي ما نبي نتزوجك ادلف، بس تعال خلصنا، بس خلنا تحاسب وبعدين روح الله يسهل عليك، احنا ما نبي ناكل المال حرام. قال اوكي ويجي. قالت له يلا هذا اخر مشوار لك، وصلني عند بيت خالتي ابي اطبش بالماي شوي ونطلع. قال لها يلا اوكي. المهم وهم قاعدين قالت له هاك اشرب عصاير معانا، يلا انت ترى مجرد سايق الحين خلاص، ترى علاقه ما في، اشرب اشرب من هالعصاير، وهي تشرب عصير وصديقاته يشربون عصير. شوي ويدوخ، لما داخ وحس ان الدنيا تفر فيه وكذا، راح نسدح عندهم نفس الكراسي هذه اللي قالت له نام مرتاح. المهم نايم هناك، صديقاتها كلهم راحوا وبنات خالتها أصلا ما في إلا واحدة فيهم، وقالت أنا تأخرت وأنا أخليكم تأخذوا راحتكم في المسبح. قامت الحقيرة نادية وهو نايم على الكرسي، طبعا كانت حاطت له حبوب مخدر يعني بالشراب، وراح الولد بستين نومة وتسحبه من الكرسي وتنزله في المسبح. الولد النوم مسيطر عليه ويدخل ويغوص المسكين في الحوض أو يستنشق بهالماي، يلابط شوي يلابط لهم، لكن ما هو قادر يعني يتماسك نفسه ولا أنه يصحى من النوم العميق اللي فيه، ظهر زايدت له الجرعة ويتوفى. ولين طفح قامت سحبته طلعته برا وتنزع يعني فسخته ملابسه وتلبسه شورت، إيه شاريته عشان تبي تبين هم جاي بلبس العادي، فتبي تلبسه شورت عشان تبين انه كان يعني يتسبح وغرق هو من نفسه، لذلك رايحه شاريه شورت وسيع مثل ما اقول لكم لما لقوه على البحر الشورت اللي كان لابسه كان وسيع، يعني مو شورته هو، هي اللي شاريته عشان تضبط الفيلم. ولبسته الشورت وحطته في السياره عفيه عليه على هالدوخه هذه كلها تشيل وتحط بهالولد وتوديه الى الشاطئ، حتى كانت في اثار لجيب دفع رباعي نزلت فيها حاتم رمتها ولفت ورجعت مرة ثانية ورجعت للبيت. وهم كانوا أصلا يبحثون على آثار إطار سيارة من نوع دفع رباعي لكن ما هم عارفين، بعدين اكتشفوا أن فعلا نادية تملك جيب. طبعا تقول لي أبو طلال إيه كان يوصلها؟ إيه نعم بالبداية كان يوصلها وطلعت بعدين رخصة قيادة، لكن لأنها مكلبة بالولد ما تبي تروح بالسيارة، تبي هذا يوديها ويجيبها مستانسة عليه. مالكم بطويلة، واعترفت بالسالفة بالكامل ويحولونها للمحاكمة وحكموا عليها بالسجن في البداية مؤبد، بعدين خفضوا لها الحكم إلى 20 سنة. البنت كملت دراستها الجامعة عن بعد داخل السجن وتخرجت. والسنة الماضية في أول أيام الكورونا تم إطلاق سراح نادية بعد ما قضت 20 سنة سجن في المغرب، لأن الحادثة صارت في سنة 2000 والحين عاشت حياتها. وانتبهوا إذا جتكم واحدة اسمها نادية وجميلة قالت لك أحبك، أعرف أنها الخدعة. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.